وفي دلائل وشواهد قبل كده لو تفتكر. لا والله فاكر قبل كده، فاكر الموقف بتاع فلافيو؟ اه يمكن عشان الناس تبقى عارفه برضه موقف فلافيو ده. فلافيو السنه اللي كان بيضيع فيها جوان على طول، يمكن انا كنت قاعد مع بوتريجا فبقول له الواد بيعمل حاجات في التمرين حلو قوي. قال لي فلافيو السنه في وسط بقى ما هو بيضيع، قال لي فلافيو السنه الجديده هيبقى هداف الدوري، وفعلا خد هداف الدوري. فاكر؟ اه فاكر طبعا. اه يعني الحمد لله ليك تنبؤات. واقول يعني افتكر على حاجه تانية برضو. ولا تنبؤات ولا لا لا انت قديس. لا ولا يحزنون، اسمع بس مني، احنا ما علينا اللي احنا بناخد وبنجتهد، والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اه طبعا. لا لا يعني بس انت ملهم، بس انت ملهم. ملهم ايه يا مش واحد على الهوا ملهم ايه؟ لا الحاجات ابتدت توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، مفيش الواحد بياخد من الاسباب ويجتهد، التوفيق ده بتاع ربنا. طب اقول على حاجه بقى ممكن الناس لا اقول ما تقولهاش. ابو تريكا يا جماعه ارجع لي بعد اذنك يا بيبو، ابو تريكا اول واحد قال لي ان احنا مش هنوصل كاس العالم 2010 من قبليها، والله العظيم والكلام ده اتحسب عليه يوم القيامه يا راجل. ابو تريكا قال لي مش هنوصل. انا مش فاكر. لا 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 مش فاكر. لا 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 مستحيل. فانا قلقت جدا من القصه دي. لا انا مش فاكر. في علاقه ما شاء الله يعني ما بينك وبين، يعني مش عايز اقول ما بينك وبين ربنا، يعني في بتحس ان انت موفق بشكل كبير يا ابو تريكا، يعني الناس كلها بتقعد تقول ابو تريكا محظوظ قوي دايما بيتدخل في الاوقات المهمه. مفيش خشب. بص حاسس ان انت فعلا محظوظ؟ انا الحمد لله ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني حاسس بيها؟ ده فضل من ربنا. ده اتمنى لو رحت يعني لو قعدت ال 24 ساعه اشكر ربنا مش هقدر اجزيه فضله. ان ده فضل ونعم من ربنا سبحانه وتعالى لا املكه. بتفكر في يعني يملكه. بتفكر في ان انت فعلا في حاجات اوقات بتلاقي ربنا يتدخل معاك في جون مهم جدا يفرق معاك جدا، يقعدك مثلا بتاع كم شهر بعديها. لا لا الكره لحظتها، الناس بتنسى، خلي بالك الكره لحظتها زي ما قال جوزيه، قال لي الكره لحظتها. وانا حكيت قبل كده على المتحف. المتحف دي لا ايه بقى قصه المتحف دي؟ ما قالكش على المتحف، انت عارف المتحف. الناس عايز تعرف انا. لا المتحف قال لك ان كل حاجه بتعملها تحطها في المتحف بعد ما تخلص بقى، بعد ما ربنا يكرمك وخش بقى زور المتحف ده. انما طول ما انت شغال بتلعب الناس عايزه الجديد، الناس عايزه الافضل. ليهم اللقطه الاخيره. ليهم الافضل. ليهم اللي هم تقدم لهم نجاحات. وده مطلوب في الاحتراف. الاحتراف بلا مشاعر، الاحتراف بلا ماضي، بلا تاريخ. الحاضر هو الذي يتكلم. انت بتقدم ايه للحاضر؟ وفي نفس الوقت ما عليك، انت بتكتب، بتخلص في تمرينك، بتخلص في شغلك، بتخلص في نومك، بتخلص في اكلك. فكل حاجه دي كل حاجه مطلوبه. ودلوقتي السؤال اللي انت بتسال نفسك منه، انا كل ما اسال كل ما يعدي عليا يوم، انت عملت ايه عشان توصل لكاس العالم 2014؟ عملت ايه؟ حتى لو فكره، حتى لو تمرين معين، لو حاجه معينه، لو نفسك في اكل معين وانت الاكل ده هيزودك فلازم تحرم نفسك منه. معنى ايه ان انت تيجي من ناديك عشان تتاهل بدري اسبوع عشان تلحق منتخب ماتش مباراه منتخب بلدك؟ وده كل دي تضحيه. فتضحيه ان انت دايما تضحي ودايما تاخد بالاسباب والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يعني دايما الناس بتبقى مستنيه التوفيق بيجي يوم المباراه. التوفيق ليس وليد الصدفه او وليد يوم المباراه، لا بيبقى قبل كده. استعداداتك للمباراه الوديه في المنتخب، استعداداتك قبل المباراه ب 10 ايام بتبقى عامله ازاي؟